FM Lifestyle مع يوسف البحري على FM أحلى راديو. FM أحلى راديو، أهلا وسهلا بكم الناس كل وين ما كنتوا تابعوا فينا. طريق سلامة للناس اللي فكرة هبها. FM TV شان يوتيوب متاعنا، راديو FM تنجموا تابعونا صوت وصورة عشان يوتيوب متاعنا راديو FM، ولا على ريزو سوسيو متاعنا فيسبوك وإنستغرام راديو FM. بعد شوية باش نحكيو مع رابور باش نكتشفوا الكل ما بعدنا جولي، بعد شوية باش يكون معنا في لايف ستار حتى الخمسة متاع العشية. ما ضيفتي في أول الحلقة مش أول مرة نحاورها، وكل مرة بليزير كبير أنها تكون بحذاء ياسمين عزيز. جانتي عايش. أهلا وسهلا فيك. سافا لاباس عليك؟ الحمد لله. فما برشا برشا ما جيتش بحذاك الحقيقة. عام تو تقريبا ما ريتش ياسمين عزيز. انستالي روحك فما حتى مشكل، انستالي اللايف نتاعك. اي اللايف نتاعك. العباد اللي ماهمش في كرابتهم بيان سير، العباد تنجم تتبعك على اللايف نتاعك على الانستغرام. انستغرام ياسمين عزيز ما جاتش وحدها اليوم. جيت وحدي. اي فما شكون او يدور قاعد من قبيله مازال قاعد يدور قاعد يكتشف في الاستوديو نجمو ياخذوه جماعه اي اف تي في. اوبا خذ لنا اخويا الانفيتي نتاعنا، كان تعدى بحذاك في الكاميرا. خذ لنا الانفيتي نتاعنا، شو اسمه ياسمين؟ اسمه سمسام. هذاك ولدي سمسام. اي معروف سمسام توا جي مايا شنو برشا ديزانترفيو، جي مايا للتلفزه، جي مايا اللي قاعد تجيب برسك الكل سيرتو كريبيتيسيون. اي ياسمين ديما تحكي على وليه شو سامحني وصلنا نوعا ما الريزولتا مع الكليب سي. وي اي نو على ميم شو لو ميم طون. الحاجه باهيه توا اللي فما برشا عباد كي سون بوكو بلو سونسيبل، برشا عباد قاعدين يواكلوا في الكليب الشارع والقطات وكل، انا بوكو بلو دادوبسيون. هذه حاجه باهيه. معاش نقتلوا الكليب في الشارع لا باش يعاودوا توا يقتلوهم الكل باش نرجعوا مره اخرى باش يرجعوا، خاطر خافوا من التوريزم وكل. قالوا ما نحبش لي توريست يجيو يشوفوا بلاد نتاعنا مسخه وعنا الكليب والقطات باغتو. حاجه فريمون اللي هو ماهوش حل يوجع توجع القلب، خاطر تو يزيدوا تو يزيدوا يلو ريبرودوي كثر وسيرمون. لازمنا ستيريليزاسيون هذاك هذاك الحل و فوالا دوماج. مش مؤسف شويه انه تو لقينا حل معناتها في الموضوع هذا؟ عندنا السوليوشن جوست مازال ما عملناش. فهمت؟ عملنا شويه، خدمت مع المونسيباليتي نتاع لاغولات، خدمنا مع المونسيباليتي نتاع المرسى، إليا كيلك زوتر فيل عملوا ديجا دي كومباني دو ستيريليزاسيون، مي با اسي. فهمت؟ فما برشا بلايص مازالوا ولا يعملوا زوز ولا ثلاثه وكهاو. لازمنا فريمون نعملوا اون ماس، مش شوتينغ اون ماس نقتلوا فيهم اون ماس. لازمنا ستيريليزاسيون. اي سي فريمون سي تريست. ان شاء الله نلقاو حل وما نوصلوش حتى شي للقتل الكلاب السايبه، لانه كائنات محليهم كما قالت ياسمين، كي خرجوا لهم ماء ولا ماكله ونحافظوا عليهم. شوف في دول كما تركيا مثلا اللي هي برشا بالحيوانات السايبه في الشارع. ان شاء الله نلقاو حل. سويعه اخرى الخمسه نتاع العشية على شان يوتيوب تاع ياسمين عزيز باش تتفرجوا تسمعوا بيرفورمانس لايف سميتها ستيليرو لايف. ستيليتو ستيليتو اوكي تالون ايغوي اوكي ستيليتو لايف على الشان يوتيوب نتاعك. شنو البروجي هذا بالضبط؟ دونك البروجي الالبوم اسمها برايف، باش نخرجوها بشوي بشوي سينجل بار سينجل، خاطر هذاك كيفاش يعملوا باغامون تاو. وي سي اون تران دو ابروند، خاطر مخي مازال في مازال في القديم، لعبت كل شيء فرد وقت. عملنا اللونسمون نتاع الالبوم باش بيان سور باش نوريو العباد شنو البروجي وكل في حبيبي فما شهر التالي ولا حاجة قبل التورنية متاعي. و فرانشمون تعديت بلك دي بلك دي، ناس كل شيخوا بها البروجي. دونك دونك فوالا البروجي برودوي باغ علي جزيري. سورمون تعرفوا عنده هاملين وكوميديان وكل. دونك مرة كنا باش نعملوا غنية مع بعضنا، يا أخي بديت نحكي له على البروجي الجديد اللي كنت عندي في مخي. قال ياسمين جو فو برودويغ ست ألبوم. قلت اميزينغ، مالا فرصة محلية، الفرصة في تونس فما بروديكتور اللي باش ياخذ لو ريسك مع انسترومون اللي هي الفيولون، وان بليس البروجي
موسيقى سي ان بو الكترو روك شويه دونك سي تري جون تجم تشتح عليها تري مودرن تري توندونس هكا توا لي زاني 80 قاعدين يرجعوا برشا في لا موسيقى هذا ستيل نتاع الالبوم تاعك سني دونك اسمها برايف انت كوراجو Brave. Et voilà, on dit des musiciens, Tayara, Tatium Saha, ou voilà le vidéo live. Stiletto, pour que tu sortes, Lium, Khamsa. Donc, كل single, باش يخرج في performance live, في كل مرة. لا احنا باش نخرجوا الالبوم سور سبوتيفاي okay. ودي لايف زاد باش نعملوا زوز okay. دونك باش نحاولوا ديما نوريوا العباد كيفاش الموسيقى لايف سور سين افيك دي زيماج محلاهم وزاد واحد في الدار ينجم يحط سبوتيفاي ويسمو ذا اوريجينال ستوديو فيرجن خاطر انا سي جو تروف كو سي تري امبورطون الناس ديما يحب يتفرجوا وقت اللي هما في الدار البرفورمانس لايف هاكا اللي فما كولتور لانه الموسيقى لايف ماهيش موسيقى في استوديو تفرق لا سي ديفيرون سي ديفيرون سي ديفيرون خاطر ديما فما بالفيلينغ نتاع البوبليك انا ماك تعرفني جو في لامبروفيزاسيون دونك ساعات لي امبروفيزاسيون يتبدلوا دونك محلاها معناتها ياسر تعجبني دي بيرفورمانس وقت اللي تعمل تصوير عليها سي حكينا على الالبوم حكينا على البروجي كيفاش باش يكون دونك البيرفورمانس هذه لايف معناتها اليوم باش نسمعوا الالبوم كل لايف لا باش نسمعوا الغنيه ستيليتو واحده برك والجمعه جايه عندنا واحده اخرى غنيه اسمها All Gone اللي هي غنيه بوكو بلو كالم او الغنيه اللي باش نسمعوها ستيليتو بوكو بلو لايك شارجي وجا وبرشا انا تفرح وقت تسمع الغنيه تري بوزيتيف فايبس وتغني زاد فيها ونغني زاد تغني زاد في الالبوم هذا ان شاء الله موفق الالبوم ان شاء الله ياخذ نجاح كبير ترتيحه صغيره ببليسيتي ونكملوا حوارنا اليوم ضيفتنا ياسمين عزيز الأربعة وستاشن دقيقة عليا في محلى راديو مكملين معكم لايف ستار حتى للخمسة متاع العشية البريمير بارتي متاع لايف ستار اليوم ضيفتي ياسمين عزيز بعد شوية باش نكتشفوا رابير اسمه جولي يعني في موسيقى مزيانة برشا نكتشفوه لأول مرة معي أنا في لايف ستار على اي اف ام ياسمين حكينا على الألبوم إن شاء الله مبروك الألبوم قاعد نشوف أنه قاعدة تخدم برشا خارج تونس ديجا بالانستغرام لاحظوها الحكي مرة في البرتغال مرة في مالطا مرة في ألمانيا كل مرة تدور من بلاصة لبلاصة سؤال بالك شي إيفيدون يتسأل عند الناس كل هل الفيولون والموسيقى اللي تعمل فيه تلقى حظها أكثر خارج تونس معناتها عندها قدر خنقولوا أونتر جيومي أكثر شوف هذي سؤال لقيقة ما نعرفش خاطر انا جو تروف في تونس الفازا شنو لي اون ا تري بو دو فيستيفال ما عندناش برشا احنا صغيره معناتها ماهيش بلاد صغيره فهمت قداش مره ما تنجمش تمشي كل عام تعمل كارتاج حمامات كارتاج حمامات بنزرت كارتاج حمامات بنزرت قفصه ولا جربه فهمت هذيك المشكله وميم البروغراماسيون ما يحبوش يحبوا ديما حاجات جدد وسا شانج شاك اني وساعات تعمل شاك دو زون نعمل حمامات باغ اكزومبل دونك الى بوكو بلوس دي فيستيفال البار دونك ساعات نمشيوني والغادي دونك اما الموسيقى الموسيقى اللي تعمل فيها ياسمين عزيز تعمل في موسيقى ماهيش خنقولوا ديما راهو بتحفظات ماهيش في الكولتور بتاع التوينسة معناتها حاجة جديدة بيرسوناج انت ككل جديد عند التوينسة ديما انا توا كاو انا كبرت معناتها بطبيعة توا ياسمين ارتيست كونفيرمي في تونس مي الموسيقى متاع ياسمين ماهيش الموسيقى اللي قاعدة تتباع في تونس سي ديفيسيل انه نوصل موسيقتي في بلاد انه ما يسمعوش الموسيقى ذيك انا ما قلقنيش اسمعني ناس قاعدين يجيو للسبكتاكل بتاعي ناس قاعدين يتفرجوا في المي فيديو على يوتيوب واللي يسمعوا على سبوتيفاي اكاهو جيمي فان عندي برشا عبيد يشجعوا فيا يجيوني سورتو لي جون لي جون فريمون عطيهم صحة في برشا توا يحب يعزفوا الكمانجا خاطر يشوفوها حاجه كول ماهيش جوست واحد قاعد في الاوركستر فهمت دونك بور موا سي احسن حاجه فرانشمون انت وصلت لتونس انه الكمانجا راهو انسترومون كول نجمو نعملو بيه حاجات بخلاف في اوركستر سامفونيك انا جو تروف انا جو تروف عندي ميم دو ستوديون واحده من ستوديونت و ان ستوديون
بديو مايا في الموسيقى كلاسيك تو قاعدين يعزفوا سور سين في دي تروك تري مودرن عطيهم صحة وقاعدين ينجحوا بالكدا فهمت وانا جو تروف فريمون ما نحبش نحكي على روحي هكاك ونقول انا ام اميزينغ ولا مش اميزينغ ما انا جو تروف بديت لا كولتور نتاع الفيولون it's cool c'est jeune and je suis une femme que t'arrives qui est un peu différente oui. t'arrives presque les violonistes les colmar ou fin rgel oui ou les violonistes les cadignas ou le jazz ou la musique africaine ou the col presque colmar rgel à part le Dudley ou le chnos Lindsey Stirling عمل شويه dubstep mais à part ça ma femme je barche donc هذيك حاجه انا نفرح بها نقول اوكي قاعدين نعملوا بشويه بشويه موفمون جديد نتاع الكمانجا It's super cool ou guitare électrique électrique ou deuxième degré. électrique جبت الكمانجا نتاعك ياسمين تو بعد نسمعوا شويه قاعده تخدم على الصغيرات حكيت برشا مرات قلت راني قاعده نقري في الصغار الكمانجا فما ريسبسيون فما عبيد قاعده تجي تحب تتعلم في لي جون يعني الصغار نقصد مش اللي فاتوا عمر معين معناتها فما اون كولتور كي سانستال انه الكمانجا انسترومون مزيان نخدموا عليه انا الحقيقه ولي ستوديون برشا دي ستوديون يعرفوا انا ما نقريش لي ديبيوتون بالكل فريمون معناتها عمرهم ما شادوا كمانجا انا ديما من بعد 3 سنين 4 سنين وقت اللي ديجا يعرفوا يقراوا شويه خاطر انا ديما نعمل في لابيرفيكسيون تاع التكنيك فهمت مانيش ماشي خدمتي نتاع باش نعلم واحد كيفاش يشد ولا فهمت دونك لازمك برشا كونسنتراسيون زاده باش تخدم مع عبد اللي عنده كان 3 سنين يعزف على الكمانجا وانا باش نجي نقول له اوكي ليتس دو ذيس ليتس دو ذات درشني درشني مي وقت اللي لي باز ديجا سون لابا النجم نقدموا فيه سام دونك ديما نقول لهم فما دي بروف طيارات على الاخر نجم نعطيك نمروهم تمشي تقرا عندهم بوندون 2 زون ولا حاجه ومن بعد يجيني تعلم لي باز يعني تعلم دي باز أوكي. وكل شيء وفما واحد اون بارتيكولير اسمه هادي ميلادي هو طيار على الاخر يقري في السكره وان بلوس كنت نقري بنته اللي هي توا في المنيون سكول وين قريت انا في لندن في لندن وهو قريها زادة وقت اللي هي كانت صغيرة دونك عرفت فما اون ديغي اون فامي بشوي قاعدين دونك ياسمين عزايز تقري تكنيكمون خلينا نقولوا عبارة جوار كورة تعلم الباز بعد جي واحد يعلمه يماركي معناتها حاجة كيما هكا اي نجم نقولوا مازال ابخي 3 ان دو فيولون فما برشا حاجات لازمك تعلمهم لسون نتاعك مازال la plupart du temps enfin des exceptions mais voilà donc الكمانجا فما معناتها خلينا نوصلوا المعلومه للناس اللي راهو الكمانجا سان انسترومون راهو تري نوبل في الـ في الـ في الخدمه في التاريخ نتاعو الكمانجا سان انسترومون تري نوبل هزيتو انت وبرشا زاد فنانين اخرين من العالم الكل انه ولا كول اكيو يتحط براتيكمون في تولينا نسمعوا راب بالكمانجا صحيح ولينا نسمعوا راب بالكمانجا دونك برشا الكترو انا نخدم برشا مع لي دي جي ناز فيولون الكتريك ولي شو سور سين كيما عملت في ليسبون dernièrement les gens ils ont adoré en plein air sur la plage violon électrique ma DJ ou des feux d'artifice je trouve que c'est sympathique معناتها تحلو برشا عمر على جاتك فكره كولابوراسيون في تونس مع دي رابور مع عمرك لدقيت معناتها مش دقيت الباب مي تو بروبوز حاجه مثلا الرابور تقول له نجم نعطيك التوش نتاعي في غنيه من غنيات ولا حاجه فما مارتين مرة سانا با مارشي ومرة واحد آخر قاعد نستنى فيه دونك ثاني هاني قاعد نستنى فيه وتو نشوف ان شاء الله نجم فما بروجي في الباهي برشا وسينو في الموزيكا الوترية خلينا نقولوا موزيكا خلينا نقول تونسية بوغ جينيراليزي تبروبوزي التوش نتاعك على موزيكا تونسية ما نعرفش مع ديزارتيست كيما نقولوا صابر ربيعي نعرف يخدم بالفيولون ما يخدمش بالفيولون بالتكنيك نتاع ياسمين عزايز تي بروبوز للزارتيست هذوما تقول راه نجم نعطي التوش نتاعي معاكم انا بيان سور شوف انا نشوف ستيل نتاعي تنجم تمشي مع برشا عباد وزاد برشا عباد لي بيان سور فما حاجات تمشي وفما حاجات ما يمشيش il y a quelques personnes on a essayé de faire des duos mais بلكشي المشكله نتاع الوقت ولا on était très loin mais بلكشي كارني انا نسل اكثر عباد خاطر ساعات ياسر كونسنتراسيون على البروجي نتاعي دونك نولي
عرفت النغز كان من قدام ساعات اي سي فري. خلينا نخمم على السؤال بالكدا ونخمم على شكون ان شاء الله. علاش ليه عام الجاي البوم ياسمين عزيز كله دي فيتورينغ مع ديزارتيست توينسا؟ نشوفوا بروجي مزيان. انا هذا رايي الشخصي, شوف بروجي مزيان. علاش علاش ليه حاجه حلوه برشا ان شاء الله. في المهرجانات 13 اوت في القيروان فقط كهف, فما كان مهرجان قروان عندي ذاك ونغامو, عندي سبكتاكل واحد اخر من بعد بما نجمش نقول لك وين خاطر مازلت ماهيش للافيش وكل شيء. دونك عندنا سبكتاكل واحد اخر من بعد قروان, جو في انونسي سا سور الباج انستغرام وفيسبوك نتاعي. ومن بعد عندي برشا خدمه برا, نمشي ارجنتين ان شاء الله, عندي سبكتاكل غادي, عندي دي باش نرجع لسبون نورمالمون, ومن بعد ذولي كاليفورنيا في اكتوبر حاجه هكا. علاش اليوم ياسمين عزيز ماهيش مبرمجه في المهرجانات الاخرين؟ يعني مهرجان القروين باهي برشا, مهرجان باهي برشا, واول اديسيون زاده ماهيش سهل باش تاخذ اول اديسيون تاع حاجه, خاطر الحقيقه ديما يحبوا عباد نقولوا اكثر كوميرسيال, خاطر يقولوا سيغ باش نبيعوا للتسيكر, خاطر واحد الناس الكل يعرفوا الغنيه. دونك ديجا عطيهم صحه. مي سي اون تري بون كويستيون اي جاي اون ريبونس. عطينا الريبونس. مش باش نعمل لك ريبونس ديبلوماتيك. الحقيقه احنا حضرنا البروجي نتاع بريف مخر شويه لا فيريتي, خاطر خدمنا برشا برشا عليها, ومن بعد صارت بيان سور اللوك داون كوفيد حاله ما سيتي تالمون ديفيسيل, وان بلوس للميكسور الراجل اللي يعمل ميكسينغ وماسترينغ راجل في لوس انجلوس, وانا كنت موجوده في لوس انجلوس, كنت نازل في الديسبكتاكل غاديك وغاديك كنا باش نخدموا مع بعضنا ميكسينغ وماسترينغ ان جانفيي ولا فيفري وقتها, مانيش باش نحكي برشا الحكايه خاطر طويله. مي حاسيلو كنت باش نعمل ميكسينغ ماسترينغ بحذاه هكاكا في جمعه سي بون, حضرت نجم نجي لتونس سي بون. خذيت برشا وقت خاطر هو ومرته زوز جاهم كوفيد. دونك فوالا سا بري فريمون دو تون. خذيت برشا وقت, خذيت برشا وقت يا اخي. قلنا زعما نخلطوا عليهم لي فيستيفال, اسكو ما نخلطوش؟ وماك تعرف قبل ما تعمل فيستيفال تنجم لازمك تعمل كوم كبير على البروجي الجديد نتاعك ودوسي وكل شيء صحيح. دونك انا ما حبيتش ناخذ ريسك كبيره نعمل حاجه اللي مازال العباد ما يعرفوهاش بالكدا. سو يا دونك فوالا كريبونس ماهيش ديبلوماتيك, كانت صريحه ياسمين عزيز. راني انا ما كنتش حاضره باش نكون في المهرجانات, اما نهار 13 اوت نتصور حاضره للجمهور القروان بيان سور, حاضره على الاخر وان شاء الله عام جاي تو تشوفني في لي غراند سين الكل ان شاء الله. كارتاج وحدك علاش ليه؟ واي نوت, واي نوت, نعاودها نعاودوها في كارتاج. شنو جديد بعد بريف ان شاء الله؟ ان طونك شنو البوم سين كل شيء. خلينا نبداو بالالبوم. مو نعرف ديما لي زارتيست راهو عندهم في القجر الحاجه اللي تخرج من بعد اللي حضروا فيه. بيان سور عندي دونك عندي غنية اخرى باش تخرج ان شاء الله اكتوبر مع ايكو تريكس, هذاك ان دي جي برودكتور معروف هو في المانيا, هو تونسي من يعيش في المانيا. عملنا ديجا غنية مع بعضنا اسمها ميلودي اوف لايف, موجوده على يوتيوب, حلو برشا للجو نتاعنا. باش نعملوا غنية اخرى وباش نمشيو كيما قلت لك ارجنتين, دونك انا هذاك نورمالمون اكتوبر. وخلينا ندوروا بالكدا بريف, خاطر انا نعرف روحي نجم نخليها اكوتي نقول اي باي باي باش نكتب البوم جديد. لازمني فريمون نركزوا على البروموسيون تاع الالبوم هذايا. وعندي زيدا نعرفش كان في بالكم خدمت مع مولاندور مع ادورو اكاديمي, دونك ادورو اكاديمي بور ايدي لي جون فيولونيست, فهمت؟ دونك عملت كيما دي ماستر كلاس اون لين avec des challenges باهي برشا. كل مره لي غانيون ينجم يربحوا ان فيولون et des gâteaux maintenant. Excellent, excellent. Donc les 9 gagnants, tu as ramené déjà 9 épisodes. OK. Tu as باش يجيو و باش نعملو ان سبيكتاكل مع بعضنا. Excellent. حاجه مزيانه. Donc باش نعزفو un morceau اللي انا باش نكتبها تو normalement fin août. Donc انا ان شاء الله صحافي عطيكم صحه. نعملو ترتيحه صغيره لو طون اللي ياسمين تحضر الفيولون نتاعك, نعملو ترتيحه صغيره وتسمعنا شويه. Bien sûr. OK, ترتيحه صغيره ياسمين عزيز ضيفتنا اليوم في لايف ستار. الأربعة وثلاثين دقيقة على إف إم, أحلى راديو مكملين معاكم لايف ستار حتى للخمسة متاع العشية. ضيفتي ياسمين عزيز, سمعنا حاجة توت سويت بالفيولون من يديتها هي على إف إم, أحلى راديو. ميرسي بوكو. إذا اسمها إنترودكشن. أوكي.
برافو. ميرسي. برافو ياسمين عزاي. كنت موجوده زيد في قروين باش نعزف ان شاء الله في القروين نهار 13 اوت. وما تنساوش الخمسة نتاع العشيه لايف على الشين يوتيوب نتاع ياسمين عزاي ستيليتو لايف باش تسمعوها الاغنيه اون لايف على الشين يوتيوب نتاعها والالبوم نتاعها بتبيع على سبوتيفاي. ياسمين عزاي ميرسي بوكو شرفتني كالعاده ومرحبا بك بحذنا في كل وقت. ميرسي عايش الأربعة واثنين وثلاثين دقيقة ترتيحة صغيرة بالموسيقى وراجعين معاكم حتى الخمسة العشية. 35 دقيقة لي في محلى راديو مكملين معكم حتى الخمسة متاع العشية. كما قلت لكم أول برنامج ذي في رابور شاب عمره 22 سنة من منزل بورقيبة منبع الرابوريت منزل بورقيبة في تونس بديته وتقريبا عنده 4 سنين. جميل الغانمي معروف بجولي أهلا وسهلا بي وبيك أكثر عشوائي. مرحبا بيك خويا. مرحبا والله انا الحقيقه ما كنتش نعرف جولي حتى للبارح من البارح وانا نسمع في موزيكتك تبارك الله موزيكا مزيانه برشا ويعطيك الصحه خدمه مزيانه برشا. خلينا نبداو الاسم علاش جولي؟ الاسم جميل جيت من الاسم نتاعي يعني من الاسم جميل ديريك جولي راكورسي باهي برشا. اول مره قررت انك وحبيت تعمل راب معناتها تو في العمر 22 سنه جينيرالمون يبداو الراب ابارتير من 17 18 بدا يفهم في روحه ومن بعد يمشي. وقتاش بديت الغرام وبدا الكتيبه؟ خويا 18 عام كان عندي كوزان نتاعو عنده استوديو في الدار كان هو مغروم بشيء هذاك كل شيء. جي نهار اللي حليت التليفون كتبت حاجه هكا وسمعت موسيقى ولصقت الكتيبه على الموسيقى كل شيء عجبته الفايب اللي عملتها يعني. طلعنا للاستوديو فايب هنا القالي فما ماتيار يعني هاي. فما حاجة نجمو نبنيو عليها ومن وقتها أخويا شادينا ثنية بدينا نخدم على رواح. كنت تقرأ وقتها أي. أي. 2018 نجحت الباك بعد ما نجحت الباك بالضبط يعني بعد ما نجحت الباك ديريكت مشيت كملت القراية ولا قريت 6 شهور في الفاك بعد تحركنا في بينا باش تخرجوا من تونس يعني ما سهلش ربي أخويا ورجعنا نقرأ. طب وين تقرأتها؟ توا سنتر دو فورماسيون حي الخضر. باهي باش ان شاء الله ربي ينجحك اخويا. كيفاش نقنعوا العائله راني مش نولي رابور؟ كيفاش صعيبه شويه الحكايه صعيبه شويه تقنعهم بسكسي بالوقت كي يشوفوك تقدم ويشوفوك تعمل في حاجه تحبها ويشوفوك كما نقولوا جلادياتور يعني تحارب على الحلمه نتاعك كل شيء وقتها ينجموا يامنوا بيك نجموا يحطوك على ستار هما زيدا يعني. كيفاش وصلت لهم الفكره؟ بالخدمة بالدوام ما فماش نهار جيت قلت والله راني باش نعمل راب ولا. بعد عام اللي بديت انا نعمل موسيقى بعد عام سمعوا بيا يعني يسمعوا موسيقتك في الدار. يسمعوا موسيقتك في الدار. عندي الوالد مغروم ما شاء الله ما شاء الله اي فما راهو في العمر كبير ويسمعوا راب سيرتو في منزل بورقيبه اللي الراب قديم عنده عنده برشا من لي جروب اللي تعملوا كل شيء تقريبا 26 الف على يوتيوب اكثر من 21 تراك اكثر تراك ليك في 560 الف راهو الارقام هذوما كي نقولوا انسان عنده 26 الف على يوتيوب ومازال كيبدا راهو ارقام محترمه جدا 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 وسيرتو كي تراك يعمل 560 الف مشاهده تصورك راضي على الارقام لحد الان الحمد لله صفر سبونسورينغ ما حطيناش سبونسورينغ على تراك خدمه باللي مويا اللي عندنا منظم اللي عجبني فيك منظم اللي ديما تهبط موزيك معناتها الحمد لله كل قداش الكادونس هكاك شهر وساعات نبتاو شويه وكله يرجع للكيب اللي نخدم معاه تو معانا جميل خويا الكادرور خويا جميل مرحبا بك كادرور خويا والمونتور عندنا وولف بيت في الميكساج ماسترينغ وبيت ميكين وقبل كنت في ليت ستريت شاراوت الفالديز شاراوت حومتي ليت ستريت كل شيء دونك ايكيبا كامله واستراتيجي تصور استراتيجي خويا ويكيب كل واحد ياخذ تاش نتاعو الاستراتيجي تو في البدايات وان شاء الله نشوفك من نجوم تاع الراب في تونس ان شاء الله استراتيجي كي نبداو وقت اللي نبداو كيفاش تبدا مخلبزه ولا من بعديك تتلم ولا فما ثنية واحدة تتشد واستراتيجي كيما لي رابور الكبار معناتها فما وقت وفما بروجي كامل اللي تعمل الحق يعني تبدا مخلبزه لو طون اللي تلقى عباد تمن بيك ومعرفش تمشي معك في الحاجه اللي تعمل فيها تزيدك كونفيونس في الحاجه اللي تعمل فيها وقتها نتصور تقرر باش تكمل في الحاجه اللي بديتها
في الاعلام نتصور الاعلام يدز شويه الرابور سيرتو اللي نشوفوا برشا رابوريت في تونس يدزهم الاعلام الحقيقه. علاش ما تحضرش في الاعلام برشا؟ والله اخويا عندي باساج 2020 تعدينا مع في قناه 9 في سينوف وكان لي باساج حلو على الاخر وريت تورناج في حومتي وحكيت على روحي وكل شيء يعني. ومن بعد خيار منك ولا ما مش خيار ما جاتش الاوبورتونيتي باش نمشي للتلفزه ما كلمنا حد ما فماش اتصالات يعني. معناتها علاش انا نقول لانه لي رابور في تونس يدزهم الاعلام نوعا ما خان باش من الرابوريت ما يتغشوش اي ابا يدزهم نوعا ما الاعلام ماهيش في الاستراتيجي نتاعك ولا ماكش حابب عليها ولا ما تعرفش كيفاش توصل ولا كيفاش هاني قلت لك كيش فسر لك ساري تشوف الموسيقى متاعك ما زلت ما بين ممكن ما وصلتش نجم يكون نجم يكون ممكن ما وصلتش فما نمبر معين دو فيو هو اللي يوصلك اكثر للعباد ويوصلك للميديا مش في الحالات الكل مليون هو اللي يوصلك اي مليون العباد تتركز اكثر مع مع الرابور اليوم صعيب انه رابور يطلع تبدل الالغوريتم تاع يوتيوب ما عادش كيما قبل ما عادش سهله انك تهبط اغنيه وتترشق لك فيسع بالصعوبه ذي الكل وجولي مازال شاد صحيح ويهبط كل شهر في الـ في الاغنيات دونك لهنا معناتها تشوف انه تبدلت المعادله على قبل تبدلت شويه اما الحاجه الوحيده اللي مازال كيف ما نقولوا بوان كومون بين قبل وتوا اللي هي الخدمه لازمك تكمل تخدم وتشد الالغوريتم يعني بتاع كل شهر تراك باش توصل للنتيجه اللي تحب توصل لها انت تتبع الالغوريتم تشوف بتبيع. تدخل بتبيع. تشوف ستاتستيك وكل شيء والله يعطيك الصح يعطيك الصح خاطر في البدايات نوعا ما يهمنيش في الالغوريتم وشنو صاير وكل شيء موجود على اللي بلاتفورم الاخرين وي موجود على البلاتفورم ديجيتال الكل اي لا في الموسيقى نقص سبوتيفاي موجود بارتو وتخدم فيها استراتيجيه كامله خدمها استراتيجيه نخدموا نهبطوا تراك على البلاتفورم يمشي نشوفوا لي زامبريسيون بتاع العباد وبعد صوروا كليب ونهبطوا سيو يوتيوب تخدم بالالبوم بالسينجل بالسينجل كل حاجه وحدها باش نحكيو على منزل بورقيبه لانه منبع الرابوريت جاي من منزل بورقيبه جولي المدينه هذه تخرج في برشا رابوريت شنو السر ديجا اول حاجه ديما نسالوا السؤال هذا لي رابور اللي منزل بورقيبه الكل شنو السر علاش لي رابور توينس براتيكمون الكل تخرج من غادي السر خويا في قوه البرودكسيون وقوة الكونكورنس في وسط البرودكسيون هذه كيفاش اللي هي لي ستريت فما كونكورنس بين لي زارتيست دو فاسون تخلي الارتيست في ساعة يوصل للبوبليك خاطر كل ما تبدا الكونكورنس اقوى كل ما تنجم تعدي اكثر دونك في وسط ديجا لابيل خلينا نقول ما تسميش لابيل اما ستوديو ديجا فما كونكورنس بيناتهم شكون يخرج موسيقى خير شكون يعمل ارقام بالضبط. ارقام قوة ديريكسيون ارتستيك من عند السايد اللي يخدم لك في الموسيقى يعني خدمه نتاع ايكيب كامله وخدمه فيها الكونكورنس فيها كل شيء فما كان 8 ستريت تو في فما 8 ستريت فما احمد جنرال فما برشا استوديوهات في مازل برجيب برشا استوديوهات تصور فما كونكورنس بيناتهم مش برشا ما الماتير موجوده يعني الميكساج نظيف والخدمه نظيفه موجوده بارتو في مازل برجيب كي نقولوا منزل برجيب نقولوا سامارا سانفارا غاتي وغيرهم برشا لانه رابوريت موجودين غادي كم مارينا حتى في تورينغ مع جولي والله سيت ان شوا اخويا شوا من سيت ان شوا عليه اخترت نعمل المليون الاولاني وحدي اوكي وبعد نعملوا دي في تورين استراتيجي نتاع خدمه واستراتيجي ممكن باهيه ان شاء الله ممكن باهيه فما دي كونتاكت معناتها من ارتيستويت اخرين ممكن معناتها من ليزارتيست الكبار اللي مسكرين ملايين على اليوتيوب يكلموك يسمعوا موسيقتك فما عبيت تبعث لك ميساج تشجعك فما دي كونتاكت كتير فماش جا نعملو فيتورينغ كان قلت لك شو واحد اللي نعملو المليون الاولاني ان شاء الله بروبوزيو لك فيتورينغ وقلت لا ما فماش نجم انا نبروبوزي يعني كرا حاجة نجم تمشي صحيحة نجم انا ما فيهاش عيب يعني باهي برشا نواصلوا الحوار معاك ترتيحة صغيرة ونكملوا معاك جولي حتى للخمسة متاع العشية في لايف ستار عسلامة معكم بيا الزردي
تسمعوني من الاثنين للجمعة من 9 لل 11 في وقاية بيان على EFM أحلى راديو. انتم تسمعوا في EFM لايف ستار مع يوسف البحري على EFM أحلى راديو. الأربعة وخمسة واربعين دقيقة علي في محل راديو. شكرا على الاستماع. نجموا تتابعونا على لي ريزو سوسيو متاعنا الكل، باش فيسبوك انستغرام راديو FM، ولا على FM TV عشان يوتيوب متاعنا راديو FM. ضيفي اليوم جولي، قلنا رابور باش نكتشفوه مع بعضنا. اليوم ثاني باساج لي، اول باساج راديو، اول باساج راديو هاك الحمد، ان شاء الله يولي رابور مش نورمال هكاك. نبدانا فرحان زد نولي انا فرحان على الاخر. حكينا على منزل بورقيبه جولي، فهمنا نوعا ما، وصلنا للعبيد علاش تخرج في برشا رابوريت، حكم استوديوات ستركتور موجوده باش لي رابور ينجموا يخدموا على 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 رواحهم. وتبارك الله لي رابور اللي يخرجوا من منزل بورقيبه الكل براتيكمون ينجحوا في تونس. اي كيف كيف هذاك السر اخر، خاطر نجموا يكونوا عندنا رابوريت في الحوم ما ينجحوش في في تونس الكل. عندك علاقه وتواصل معاهم، خلينا نقولوا الكبارات؟ تواصل ما فماش كونتاكت كبير. اما ساعات ثاني قلت لك يجيك ميساج تاع سيبور، شي يبعت لك يشكرك ولا يقول لك محليه الخدمه اللي تخدم فيها ولا ابار سا. فماش بي ديجا واحد يبعث لك برافو على الخدمه اللي تخدم فيها، سا مي في بليزير على سا في بليزير. بتبيع حاجه مزيانه برش. ما زلت عايش في منزل بورقيبه ولا بحكم القرايه؟ بحكم القرايه جينا نعيشوا في تونس خويا، وفي الويكاند دوك نروحوا لمنزل بورقيبه. الراب نتاع توا خلينا نقولوا نتصور راو الوالد مادام قلت لي مغروم، مادام مغروم يشاطرني الراي. الراب الراب نتاع تو ماهوش لي بوب نتاع التسعينات، ماهوش لي بوب نتاع الالفينات، تبدل برشا. ولينا نحكيو على دي كاتيجوري في الراب، مازال الراب صحيح صحيح مانا سونس يعني. صحيح معناتها الراب اللي نعرفوه الكاسح هذاك الكلام يعني اي ما عادش كيما قبل. فما حاجات كيف ما نقولوا كوميرسيال اكثر تاو، انك باش تبيع تراكك باش يوصل للعباد اكثر يلزمك تتجنب الكلام هذاك، الكلام اللحرش كيما نقولوا واحد اخ بارونتيز. مش كان الكلام راح لحرش راه، خاطر لانه الراب الكليبات. اي حتى الكليبات. والراب انجاجي زاده معناتها هو الراب في حد ذاته بدا بانجاجمون انجاجي على الاخر. فما دي رابور خنقولوا نحن في الاندر جراوند، ما حبيتش كلمه ما اونتر جيمي اندر جراوند، وناجحين. نحكيو على امباير مثلا من امباير من لي رابور اونتر جيمي اندر جراوند اللي ناجحين برشا. ستيل اللي يمشي فيه جولي شناي، كوميرسيال بور بورمون كوميرسيال، ونجموا نعملوا راب زاد اونجاجي، نجموا نعملوا جزوز، اما ماذا بينا احنا راب يجيب لنا فلوس معناتها نعيشوا بيه راب يعني. تخدم تخدم على روحك صريح. يعجبني عجبني جولي صريح، وين عمل لكم في راب باش نربح باش نربح فلوس. المواضيع اللي تتناولها نوعا ما في في في, في الكلام في الكتيبه تنسبيري بالوقت ديما عندك اغنيه تجبد في الرئيس تجبد في الرئيس جبله ديما حكايه كيف ما نقولوا ديما كتيبتي تكون على روحي ديما المنطلق يكون مني انا يعني. وبطبيعتي معناها نمثل الشباب التونسي فهمت يعني، بتبيع الكلام اللي باش نكتبه انا باش يمثل لا بلوبار تاع شباب التونس ديما تكون المنطلق من روحي انا يعني، توصل ميساجيت من الفيكو نتاعك من اللي عشت انا من حومتي من كل شيء. وفما تلوين في الاغنيه نتاعك، ما نعرفش اسكو جو بو مي بيرميتر ولا ملون اكثر من 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 الرابوريت الاخرين يعني. كيف نفسر لك التلوين؟ شونجمون دو ستيل يعني. صحيح معناتها ما فماش ستيل معين جولي ماشي فيه حتى في الموسيقى راهو، ما فماش حتى في الكلام، معناتها تمشي من اونيفير لونيفير. صحيح تشوف باهيه ولا خايبه؟ خاطر باش تكابتي بوبليك نتصور لازمك تركز في حاجه برك. باهيه خاطرنا نلوجوا على الهيت الاولاني في الشان. واضح باش نوصلوا نعملوا الهيت الاولاني باش تشوفوا انا الحاجه اللي تمشي مع جولي اكثر واللي باش تحبها العباد في جولي اكثر. هذاك علاش نعملوا بليزيور ستيل باش نوصلوا للكلماتير هذيك. باهي برشا. من قبيله تحكي بصيغه الجمع على خاطركم ايكيبا كامله وديجا هم بحذانا الاولاد لهنا وخدمه كبيره يخدم فيها جولي، بديتها هكا مسطر ومنظم من الاول. والله يعطيك صحة وامبرسيوني بالماتوريتي لانه يعني اول واحد اول مره واحد يتكلم في الراديو ساعات ينجم يدخل بعض وامبرسيوني بالماتوريتي. يعطيك صحة. تعتبر روحك انت تعمل في الراب كوميرسيال كيما قلت لي، شكون تعتبره في تونس يعمل راب كوميرسيال؟ فما برشا
بلوزيور رابور يخدموا في الراب كوميرسيال. انا بلتي ليه هذاك واضح انا بلتي تاو البيريود الاخر نتاع عامين يخدم كان في الكوميرسيال وما شاء الله حاجه ناجحه على الاخر وحاجه محليه على سمرا سنفرا اللي نشوفوا فيهم توندونس ديما في في اليوتيوب. شكون قاعد في اللونجاجي في تونس؟ فما امباير امباير فما دبليو ام دي فما الرادي يمشي ويجي رادي ساعات رادي فما اما لا الاكثريه يعني انجاجي. اوكي و جيجيا جيجيا كوميرسيال شوي فما كوميرسيال شوي 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 فما شوي شوي من الموبايل. شكون تعتبروا افضل رابور جينيرالمون؟ لي رابور الكل في تونس يقولوا بالتي. حتى باش نقول لك بالتي بالتي جينيرالمون نحيو بالتي البالتي لانه ما نعرفش انا يعني عباره تقول شكون احسن فنان وتري لطفي بوشنيق ما نعرفش ولا شكون احسن فنان في المزود باش يقولوا فنان شكون والله يا سحري ما نجمش نعطيك اسم معين خاطر كل مره تشوف يعني حتى توندونس فما كديو دي بال الناس كل ما نجمش نعطيك اسم معين اما اللي ترى فيهم العباد يعني ولا تسمع فيهم العباد هذوكم هما اللي كلاسي بروميير في تونس. معناتها أربع سنين التالي كي بديت الراب ثلاثة سنين التالي كي بديت الراب شكون هكا هكا يتا انسبيري معناتها كي تتفرج ولا تسمع؟ والله البرة يا صح اي شكون ميساج حتى البرة بوست مالون رودي ريتش ترافيس سكوت تراب امريكان اكثر الامريكان تسمع ليكول فرونسيز لي لا لا اقل شوي أقل نسمع ما اقل شوي اقل شوي في تونس ما فماش يكون يشدك في الوذن تراكيت مش دي زارتيست شكون تراك هكا يشدك والله برشا والله برشا شو برشا ما راجبش والله راهو ماهيش مشكله ماهيش عقده ما والله برشا برشا خاطر ساعات يقول لك عقد هذاك اما برشا ما نعرفش مثلا انت كرابور شنو هي الاغنيه اللي تقول والله تعرف هذيا كان شخص كان غنيتها ان سانفارا في ريفي هذيك تقول والله شخص كان غنيتها وخدمتها انا باهي برشا هكا سهل كل سفر سهل على مع شكون تحب تعمل فيتورين كان توصل بتبيع للمليون لانه جولي قبيله قال عندي استراتيجي نوصل المليون ومن بعديك تنخموا في لي فيتورين واستراتيجي يعتبرها هو صحيحه وبالكشي برشا ناس تعتبرها صحيحه لانه فما برشا عباد راه تعمل فيتورينغ باش تطلع فما الفرق معناتها موجود شكون هكا تعمل معاه فيتورينغ في تونس؟ والله سحري ما عنديش اسم معين عندي كيفاش نفسر لك ان جونر نتاع موسيقى معين اللي راه الارتيست فيه نجم لانفيتي في تراك كنت تحس وملون معاك في التراك هذيك تمشي معاه في الثنين جديد 3 اوت ان شاء الله تخرجت 3 اوت سابا علاش الاسم سابا بلانت لا بلانت ماجيك حاجه غاغه على الاخر ايش موجوده برشا يعني ودوي برشا حاجات اخترتها كحاجه كاتشي يعني باش تكون حاجه ك يعني تجبد باهي برشا حطيتها التيتر نتاعتي علاش يحكي التراك هذا على لي زوبورتونيتي اللي ما فهمهاش في تونس على الخدمه اللي ما فهمهاش على الجالير اللي يشوف فيها لي جون في تونس على برشا حاجات معناتها الاسم نتاع التراك يشبه برشا للكونتينو لا بتبيع لينا بلون ترار ونحن برشا حاجات ما فهمهاش تكون انت بلون ترار ولا عبد درار ولا ما عرفتش انا تكون موهوب وما توصلش تاخو حظك هذيك المفارقه اللي عملتها في تراك مش تحس نوعا ما انه تشجع العبيد انها تغادر ما تشجعش اما كان فما اوبورتونيتي يعني شرعيه وبوراق كل شيء فازي فازي يعني معناتها نحن ناقصين خويا جولي ست كامل باش يخرج لنا 10 من الناس ما نجمش نفقك فيها الحكايه هذيا سحري برجولة انا نجمش خويا نفقك فيها الحكايه خممت نهار انك تخرج كنت خارج بالقرايه ديجا قلت لي كنت بعد الباك كنت خويا باش نخرج ما سهلش ربي
ان شاء الله في تونس تلقى الحظ نتاعك جولي. المهم تعمل في موسيقى مزيانه برشا برشا خلي. وان شاء الله ربي يوفقك في الكارير نتاعك وديبيوت كارير، لانه البدايات راهم باش يقعدوا لك ازين ايامات وقت اللي تولي معروف وكل تولي دي زونجاجمون ودنيا وحفلات وكل شيء ما عادش تستمتع كيما توا. دونك بروفيت خويا وان شاء الله ربي نشحك جولي نسمعوه. خلي لك كلمه الختام خويا. خويا سلم على دارنا، سلم على اولاد حومتي خويا كولو كولو، سلم على اصحابي عمر وجو سامي اصحابي كل خويا باش ما ننسى حتى حد. وسلم عليك انت خويا، ميرسي على الانفيتاسيون. مرحبا بك خويا وتحيه لمنزل بورقيبه الكل والبنزرتيه الكل. مرحبا بك جولي ومرحبا بك بحذنا. اش نسمعوا التيتر نتاعك انرجي توت سويت جولي على اي اف ام احلى راديو. الأربعة وثمانية وخمسين دقيقة عالية في محلى راديو. قبل ما نخليكم عندي اون بون نوفيل انونسي وسينيفيل تتمثل في لاسورتي دو فيلم سالوم، ثاني لون ميتراج المخرج الفرنسي السينيغالي جان لوك إيربولو حاليا وبداية من 3 أوت إن شاء الله في كل قاعات السينما. فيلم سالوم يجمع الأكسيون بالفانتاستيك وقصة 3 ليجوندير ميرسونير سورنومي لي زيجيان دو بونغي لي إيان دو بونغي سامحوني شارجي ديكستخير ان ترافيكون دو دروغ دو غيني بيساو se retrouve contraint de se cacher dans la région mystique de Saloum. Imchi ou tfarjou fi film hada, c'est une pépite fantastique africaine bach tfarjou fiha fi kol qa'at el cinéma. La 54 daqiqa hada kanet nihayat live star lel youm. Nahna ntqablou inchallah nhar el ithnin kal ada. Shukra lkol el fariq li ma'aya, Amina Bouganja fi el a'dad fi el ikhraj, Atef Bey w kol el fariq fi FM TV ala rashom. خونا أوبا في الديجيتال عبير زغدودي على مختلف الريزو سوسيو متاعنا باش فيسبوك وانستغرام راديو اي اف ام. نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين. بون ويكاند نسكول، باي باي تشاو.